أسهمت عودة المعدات المسروقة إلى مصفى بيجي وتوظيفها بتعجيل حركة الإنجاز وتوفير أموال كبيرة في ظل مساع لتدليل المعوقات وإعادة الحياة إلى المصفى. نحو تقليص المدد الزمنية المحددة لإعمار ما تبقى من مصفى بيجي، تتجه شركة مصافي الشمال لتنشيط العمل من خلال البدء بتوظيف المعدات التي تم استعادتها مؤخراً خلال زيارة رئيس الوزراء محمد الشاع السوداني الأخيرة. المعدات ساهمت بتعجيل حركة الإنجاز ووفرت هدر مئات المليارات في شراء هذه القطع المهمة. تم استرجاعها، هي مواد حاكمة ومواد ذات قيمة عالية وكلفة مادية عالية، تم صيانتها وإعادة صيانة جزء كبير منها وإدخالها إلى الوحدات الإنتاجية. سرعت هذه المواد من نسبة الإنجاز بصورة جدا كبيرة، وستساهم إن شاء الله في كسر المخطط الزمني الكبير الذي كان مقر سابقا إلى 50% من هذا الوقت. وعلى الرغم من استمرار العمل بوتيرة متصاعدة لتهيئة التجهيزات اللازمة لإعادة تشغيل جميع المصافي المدمرة، إلا أن العمل لا يخلو من المعوقات التي راهنت على تدليلها شركة مصافي الشمال وبأياد عراقية. كإدارة شركة مصافي الشمال ومهندسينا وفنينا الكوادر الهندسية كافة بتذليل كافة الصعوبات والمشاكل اللي تواجهنا إن شاء الله، وإحنا ماضين قدما بإنجاز هذا المشروع وقبول التحدي هذا، وإن شاء الله راح تتكلل أعمالنا بالنجاح بإعادة تأهيل هذا الصرح العظيم وإنتاج المشتقات النفطية المطلوبة اللي تغطي احتياجات السوق إن شاء الله. وبين توفير المعدات الحاكمة والتخصيصات المالية اللازمة، يأمل المواطنون إنجاز أعمال إعادة أكبر مصافي الشرق الأوسط إلى العمل لسد حاجة البلد من المشتقات النفطية. توظيف المعدات المسروقة ضمن خطوات إعادة إعمار مصفى الشمال يدخل الخدمة ويعزز سرعة الإنجاز التي يمكن أن تنتهي بنهاية العام الحالي. محمد عادل، الربيعية الرابعة، صلاح الدين.